مساء الانتصارات. اليوم الأربعاء التاريخ 19 يوليو 2023. لايك ومشاركة وتعال راجع للفيديو. طيب واحدة بس قال لي ليه ما تكلمت عن الموضوع بتاع قنص حميدتي ده. والله يا غنى الحاجة المتكيف منها انه القناص عرف حميدتي ده من خوين عشان كده ضربه في الحتة دي. لأن حميدتي ده لو كان عنده مخ زي مخ الناس الطبيعيين ديل ما كان قرر انه ينتحر ويضيع نفسه ويضيع المعاون ويركب راس مع جيش عمره 100 سنة. جيش عنده سلاح جو وعنده مدرعات وانت ماليشيا راجلة ماشية برجلينك ساكت، غير كده ما عندك تاريخ قتال. يعني جنجويد اكبر لما معركة قوزدنقو تخطيط جيش طيران جيش قيادة بتاع الجيش عندهم شنو جاكب ذخيرة قاتل ولا الجنجويد ما قاتلوا. حتى الحركات بتاع دارفور دي لما الجنجويد ديل جهزوهم ودوهم جنوب كردفان غلبتهم وجو رجعوهم ودوهم دارفور دي لقوا الحركات كلها مشت ترتزق في ليبيا ولقوها ملبلة في وادي الهور. ما قاتلوا حركات اساسا، فما عنده تاريخ قتالي. والمعركة بتاعت الخرطوم دي بس ورتك انه النازل ما ناس جواس، ورتك انه النازل ناس جخننة وناس غدر بس وناس شوفوني ونحن سيطرنا وسيطرتهم في المواقع والجيش سيطرته في الواقع. يعني فزول ركب راس وحارب الجيش والان الشغلة غلبته ديالكم ينبطحوا في المفاوضات دي اصلا شروق. يعني ده قلة الان البسوة فيها زمان دي كلها النازل سحبوها كلها سحبوها، يعني الفوضى والشروط دي كلها سحبوها. الان منبطحين ومبطحين للجيش، لكن الجيش ما في يده يفاوض ولا في يده يوقف الحرب دي. الحرب دي فيها يترتب عليها حقوق بتاعت ناس، اعراض بتاعت بنات، حقوق بتاعت ناس. الدنيا دي كلها شافت الجنجويد دول وثقوا جرائمهم استفزاز واغتصاب وحقروا المواطن السوداني ومسحوا بكرامته الارض. تقدر تتفاوض معاهم ترجعهم، ولا الكلام ده في يدك يا كباشي ولا في يدك يا برهان. من الجيش ذاته بتلقى الرد. خليك من المواطنين اللي ممكن تدق بكلام ارض الحائط عادي، لكن من الجيش ذاته وقالوا له ضباط اقسم بالله العظيم البرهان يحاول يرجع النازل والله ما بلقانا في ظهره. ده معناه شنو؟ معناه تمرد يا برهان ويا كباشي. دارين تساسوا النازل، دارين تراوغوا بطريقتكم، لكن اتفاق مع الجنجة والله العظيم مستحيل. وحتى الناس بيقول لك ما عارف دمج وما دمج. اولا في شروط التجنيد ذاته في القوات المسلحة عنده شروط، يقول لك يجب ان يكون الشخص سودانيا. الجنجويد ما سودانيين، جايين من تشاد ومن النيجر ومن افريقيا الوسطى واي دول عارف الكلام ده. يقول لك يجب ان يكون المقدم للطلب يعني قبل اليوم مودين بجريمة خلب الشرف والأمانة، ودي ما بتلقاها عليه الغسل. تمسك الجنجويد ده كله ما بتلقى فيهم زول بس هو في الشرطة ده كلهم هنباتة وقطعين طرق ورباطة وحتى أجدادهم ذاته كذلك. دي مهنتهم، كلهم قاطعين طريق، كلهم نهابة وكلهم مغتصبين. نازل ما بس هو في الشرطة. بعدين ذاته جيش لما تجمع فيه مجموعة أو تدمج فيه مجموعة جبانة وقدارة زي دي، ده جيش ترتجي منه شنو أنت؟ ما صالحين. نحن بنعرف حاجة اسمها بلة جنجة، بس ده نعرفه. سمينا دعاة حرب، سمينا زي ما سمينا. أنا ده واحد من الناس والله العظيم ضد أي تفاوض، ضد أي سلام مع الجنجويد. بنعرف بلو بنعرف حسمه، بس قول زي ما بتقول. من زمان قاعد نطلع في فيديوهات ونحذر من القوة دي قبل تتمدد وقبل تتوسع. قاعدين نقول يا اخواننا الحقوا الجنجة، يا برهان الحق، يا منو الحق، شاكيننا انتوا ودافعين لكم ودارين تدمروا المؤسسات وما عارف شنو. هسه كلامنا مش وجه، مش وجه. يتضرر منه من المواطن، ضرر منه الا المواطن. حميدتي انا من زمان قاعد اتكلم اقول لكم يا اخي القوات دي مين دقوا عبيد في الفاجر ودقوا عبيد في الخرطوم اثنين ودقهم لازم اول كان في الشجره والكلام ده كله. قاعد نطلع نتكلم الجماعه شابكين لنا انتوا دافعين لكم وما عارف السفارات بتديكم والكلام ده. هسه كلامنا مشى وجاه، القوه دي ما صالحه
للدمج وطز في اي تفاوض وطز شفته في المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لانه مجتمع داعم للفساد. الليله لا يمكن تقارن لك جيش زي الجيش السوداني بميليشيا متفلته زي دي. الجيش ده اغتصب ما اغتصب، نهب ما نهب، يضر من المواطن ما ضر من المواطن، الجنجات بعالم وسقوهم بنفسهم العالم كله شافها. تيجي تقول لي قال يا اخي ما عارف نحن بنفرض عقوبات على الطرفين؟ تصفق. نحن بنعرف بس طيب سريعا كده نرجع على الموضوع بتاع الموقف العملياتي. الموقف العملياتي في اليوم ده كالاتي: الجيش بدأ بالمدفعيه الثقيله او كان بتاعت الجنجه بل بالساعات الطويله، بالاضافه للشغل بتاع نسور الجو، وبقى شغل طبعا مبني على معلومات دقيقه. الليله برضه في مخزن تم جرمه بتاع جنجه، فيه مسيرات، بل شفته في بري في امتداد ناصر برضه كويس، حول القياده في بحري، في كل المناطق دي طيران اشتغل شغل تقيل بالاضافه للاهداف الاخرى. اما الشغل بتاع التمشيط، الجيش نزل مشط في بري دي شغال تمشيط، في 14 نفر من الجنجة جو سلموا برام طيعين مختارين، جو عملوا أرض سلاح لأنهم اقتنعوا شافوا الجوجو ماشي، بالإضافة لعملية في جبرة هلك فيها 4 رجعوا فيها عربية واحدة، بالإضافة للشغل بتاع المدرعات وأبطال المهام الخاص بتاع المدرعات، بل تقيل يا اخواننا. نحن بنقول لك يا اخي شغل في المدرعات ما معناه نازل جو هجم عسكر المدرعات، لا لا لا، ده من اكبر المستحيلات. النازل شفته بيجي بيتسللوا في الاحياء البعيده، يعني مثلا في العشره بس بيتجمعوا، يعني صنعاء الخاص زي البيون فرصه عشان يوصلوا بها هناك ما في، فانت ما تقعد تسمع عليها هاي والمعركه جنب المدرعات زي ما واحد قال جبال. وين المدرعات؟ المدرعات يا اخواننا ما كلام ساي. انا اقول لك الخطوط الدفاعيه الموجوده في المدرعات دي والله جيوش ما تقاومها، خليك من الجنجه ديل بيتسللوا، حتى تسللهم ده ذاته الجيش قادر يصدهم وقادر يردهم. الليله دقان دق العيش زي ما شفتوا، 18 ديل هلكوا، 16 تم اسرهم، بالاضافه لعربيتين، بالاضافه لسبع عربات تم تدميرها، 4 مواتر تم استرجاعها. شغل المهام الخاصة انا طبعا ما قادر اقول حاجة، كلامي كمل كمولي كلامي، وشكلهم كده برام كده حيشطبوا على الجنجة. وشفتوا الليلة الجيش مشط واشتغل، قوات تعجب الاولى دي شفتها مشت لحد وين ياهو؟ دي قواتنا قاعد اقول واخدر بس، والله والله ورب الكعبة ورب الكعبة، دي من طرفها شفت المعسكر